السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lecture 8 Light in Objective. نهاية هذه السيشن راح نتعرف على الضوء وخصائصه والمعامل الانكسار Refractive Index وأيضا Snell Law، وأيضا راح ناخذ Application of different part of light in medicine. What is the light? Light is a part of electromagnetic spectrum. هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. عندنا الالكترومغناطيك spectrum ممكن أنا أقسمه إلى عدة أجزاء حسب الأطوال الموجية، وممكن واللي يعني تبدي هذه من الراديو ويف وتنتهي بالجاما رايز. عندي اللايت فقط هو الـ يعني ثلاث أجزاء، الاي ار أشعة تحت الحمراء، واليو في لايت، والفيزيبل لايت. هذه هي أعتبرها ضوء. بقية الأجزاء لا، هذه أشعة، أشعة المايكروفية، الأشعة الراديوية، والإكس راي، والجاما راي أيضا أشعة. إذا ممكن أنا أقسم اللايت إلى ثلاث أجزاء، اللي هي اليوفي والفيزيبل لايت، الضوء المرئي، والالترافايلت الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة أو الضوء يعني أشعة الضوء تحت الحمراء. عندنا الالترافايلت تقريبا من 100 إلى 400 نانومتر، الفيزيبل لايت من 400 إلى 700، والآي آر من 700 إلى 1040 نانومتر. عندنا وحدات قياس الضوء، هي وحدة قياس الطول الموجي، وحدة قياس الطول الموجي يعني وحدات طول. دائما احنا بنحكي نقول بالنانومتر، لكن هي عندنا عدة تقسيمات إلها. المايكرومتر، مايكرو هي 10^6 متر، والانكستروم هاي دائما يعني تستخدم في قياس الضوء، وخصوصا الأطوال الموجية الصغيرة، لأبعاد الذرات. هذه وحدة قياس طول هي الإكستروم، تساوي لي 10^8 متر. وعندنا النانومتر اللي هي هاي دائما هم نستخدمها في قياس اللمدة الطول الموجي، هي 10^9 متر. يعني هنا قلت الوحدات، أقسام أو أجزاء القياسات types of أو أنواع المجرمت. عندي الفوتومتريك يونتس، وحدات يعني أقيس بدلالة الفوتونات، فوتومتريك يونت. هذه أستخدمها to measuring visible light، سميها الفوتومتريك يونت. عندنا اليو في والاي ار تنقاس بواسطة الراديومتريك يونت. راديومتريك يونت تستخدم to measure UV and I radiation، يعني هنا راديشن، هنا استخدم هنا فوتونات، يعني بدلالة الفوتونات، وهنا بدلالة الإشعاع. مثل هنا عندنا measuring of intensity of light، flux فيض الضوء، efficiency light speed سرعة الضوء، هاي كلها أسميها photometric. بينما اللي راديومتريك مثل من أحسب
الطاقة، مثل أقول واط على المتر المربع، هاي طاقة الضوء، فهذه وحدات الراديو مترك. عندنا قياس الضوء يكون ببوحتين، أما فيزيكال أو سبجكتيف يونت. الفيزيكال شنية؟ مثل من أقول أنا مثل ما قلت وحدات طاقة، ميجرينج تيرم اوف انرجي يونت. ليش؟ لان انا اقول جاي اضمنها، جاي اضمن الطاقة من الحكي، اقول انا وحدات طاقة، فهذه اسميها وحدات او فيزيكال يونت. النوع الاخر هو السبجكتيف، مثل انا اقول البرايتنس. برايتنس يعني السطوع او الظلام، هذه شنو يعني فد شغلات سبجكتيف. عندنا هذه البرايتنس وحدات قياسها دائما تكون الكاندل، وحده الشمعه، او اللوكس، او الى اخر، يعني عندنا وحدات اخرى. اذا عندي الفوتومتريك هي تقيس الفوتونات واستخدمها دائما مع الفيزيبل لايت، والراديومتريك تستخدم للاشعاع مثل اليو في والاي ار. وعندنا مثل ما يعني نقول وحدات فيزيائيه، مثل انا من احكي على الطاقه جاي اقيسا بدلاله الفيزياء، ومن احكي عن مثل السطوع او شده السطوع هذه احكي عنها بواسطه، يعني عن اللي اسميها سبجكتيف يونت. The properties of light، خصائص الضوء. عندنا اول خاصيه اللي او طبيعه الضوء هي شنو؟ light is a transverse wave، موجات مستعرضة، لها بعض الخصائص. اول هذه الخصائص هي the energy of light is related to its frequency and velocity. اذا اللايت له طاقة، وهذه الطاقة تعتمد او نتيجة مكونين، هو الفريكونسي تردد الضوء والفيلوسيتي السرعة. عندي الاي هي الانرجي تساوي لي اتش في ميو، هاي معادلة الطاقة، الاتش هي ثابت بلانك، والميو هي الفريكونسي، الميو ميو هي الفريكونسي، تساوي اتش اللي هي قلنا ثابت بلانك في سي الى لمدا. الميو التردد، السرعة اي تردد هو السرعة على الطول الموجي. هنا عندي سرعة الضوء على الطول الموجي، سي سرعة الضوء تساوي 2.99 في 10 أس 10، او اقول 3 في 10 أس 10 سنتيمتر على السكند، او اقول 3 في 10 أس 8 متر على السكند. واللمدة هي الويف لينث. عندي ثابت بلانك هو ثابت مقداره 6.63، هاي قرب العدد 6.63 في 10 أس ناقص 27، هذه تصعد لي فوق، في 10 أس ناقص 27 إرك في السكند. الإرك وحدة مثل وحدة الجول، يعني الوحدة الصغيرة اللي هي الجول، إرك في السكند. وسرعة الضوء قلنا 3 في 10 أس 10 سنتيمتر على السكند، أو 3 في 10 أس 8 متر على السكند. سرعة الضوء في الفراغ قلنا هي 3 في 10 أس 10، والضوء light cannot travel faster than this velocity، الضوء لا يمكن أن يسير أسرع من هذه
السرعة. But لكن if it travel through a substance لكن هو يعني أقصى سرعة يملكها الضوء هي 3 × 10^8 متر على السكند. لكن إذا دخل إلى مادة معينة هذه يعني سرعته بالفراغ من يدخل خلال الوسط المادي راح تقل سرعته. Its velocity will decrease. إذن ممكن أنا أنطي سرعة الضوء بدلالة هذه المعادلة C من هذه المعادلة، وهذه عندنا ال H ويا ال H تروح من هذه وهذه مساويات الاتش ويا الاتش تروح، يبقى لي السي تساوي لنا لندا في نيو طول الموجي في تردد الموجه. مثل ما قلنا اللايت كان نوت ترافل فاستر ذان ذس فيلوسيتي. The index of refraction أو refractive index. إحنا قلنا بهذه المعادلة إنه سرعة الضوء تساوي لنا الطول الموجي في الميو التردد. عندما يمر الضوء من وسط إلى آخر أو من الفراغ إلى وسط مادي، هذا التردد الميو ما يتغير، يبقى ثابت. إذن إذا قلت السرعة لازم الطول الموجي أيضا يقل، إذا قلت السرعة يجب أن يقل الطول الموجي. If the velocity c is reduced on passage through the substance, the wavelength lambda هذه must be decrease also. إذن أعرف الـ refractive index بأنه هو ratio of velocity of light on the vacuum to the velocity of light in the materials. إذن refractive index n of a materials or a substance as the ratio of the speed of light in a vacuum to the speed of light in material through which it pass. اللي أرمز لها c sub m، وهنا عندنا c هي سرعة الضوء في الفراغ. مع ملاحظة أن the refractive index will always be greater than 1. ليش؟ لأن CM can never be greater than C، يعني سرعة الضوء في الوسط المادي ما ممكن أن تكون أكبر من سرعة الضوء في الفراغ. إذن هذه النسبة دائما C هي الأكبر، هذه أصغر، فدائما هذه النسبة أكبر من 1، هذه النسبة هي أكبر. In general, speed of light in materials depend on the density of the materials. إذن سرعة الضوء في الوسط المادي أو في المادة يعتمد على كثافة تلك المادة، فسرعة الضوء راح تقل عندما تزداد كثافة المادة. CM decreasing within increasing with increasing the density. شنو راح يتأثر بهالحالة؟ راح تتغير ال refractive index higher density تعطيني will have higher refractive index. يعني أنا عندي ال refractive index يساوي لنا c إلى cm، cm إذا المادة كثيفة تقل، إذا يزداد معامل الانكسار. ايضا العامل الاخر يعتمد عليه الطول الريفراكتيف اندكس هو الويف لينث، حيث ان
الأطوال الموجية المختلفة تتداخل بدرجات مختلفة مع ذرات المادة. Because different wavelengths are interfered with to different extent by atoms that make up the materials. الأطوال الموجية المختلفة تتداخل interfered بدرجات مختلفة مع الذرات التي تشكل المادة. إذن بصورة عامة أقدر أقول إنه معامل الانكسار يتناسب طرديا مع الطول الموجي. معامل الانكسار يتناسب طرديا مع سنيلز لا. عندنا الضوء من يسقط، هسه احنا قلنا معامل الانكسار هو يساوي لنا سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط المادي. أنا هسه هنا عندي راح آخذ وسطين اثنين يعني ماديات، إذا لكل وسط معامل انكسار خاص بي. يعني أنا هناك قلت الفوكيوم مثل والهواء، أو الفوكيوم والماء. هنا لا أجي هذا هواء ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، أو من الهواء إلى الزجاج. إذا هذا الوسط الأول له معامل انكسار، والوسط الآخر إلى معامل انكسار يختلف حسب الكثافة. هذه عندنا الخط الفاصل بين الوسطين، الخط الفاصل بين الوسطين أسميه الانترفيس يعني الخط الفاصل. عندي هذا الوسط الأول معامل الانكسار إليه N1، والوسط الثاني معامل الانكسار إلى N2. من يجي الضوء من الوسط الأول يسقط يسقط على نقطة في الخط الفاصل، هذا الحد الفاصل. نقطة السقوط طبعا من راح يسقط ايش راح يصير بي؟ يعاني انحراف او انكسار داخل الوسط الثاني. فاما يقترب هذه النقطة، هذه النقطة اللي سقط عليها، من ارسم عليها خط وهمي اسميه نورمال، هذا هو العمود المقام على الخط الفاصل من نقطة السقوط. العمود هذا النورمال، النورمال هو العمود المقام على الحد الفاصل من نقطة السقوط. فعندما يسقط الضوء بزاوية هي ثيتا وان، يشكل لي زاوية ثيتا وان ويا الخط ويا العمود المقام، راح ينكسر بزاوية مقدارها ثيتا 2 مع الحد الفاصل أيضا. يعتمد هذا الخط اللي ينكسر عليه اللي ينكسر به الزاوية، يعني تعتمد الزاوية تكون أقل من ثيتا 1، ثيتا 2 أقل من ثيتا 1 أو أكبر من ثيتا 2، يعتمد على كثافة الوسط، يعتمد على كثافة الوسط. إذن سنيل شنو قال القانون؟ معامل انكسار الوسط الأول في جيب زاوية السقوط للضوء الجاي من الوسط الأول يساوي لي معامل انكسار الوسط الثاني في جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني. N1 ساين ثيتا 1 تساوي لي N2 ساين ثيتا 2. دائما ال N تساوي لي 1 N A فوكيوم، يعني إذا كان الضوء من الفراغ إلى الفراغ، من الفراغ إلى الفراغ، معناته C 1 على 1، أو ما راح يعاني إذا حتى لو أطبق هذه المعادلة ما راح يعاني أي انكسار. إذن يصير عندي الان تساوي لي 1، والان اكبر من 1 ان ترانسبيرنت سبستنس في المواد اللي ممكن ان يصير فيها الضوء، مثل عندنا الزجاج، الماء، يعني المواد الشفافه ترانسبيرنت سبستنس، الان تكون اكبر من 1. ايضا عندي مصطلح عندنا الرفراكتيف اندكس،
الرفركتف اندكس هو معامل الانكسار او العفو الرفركتف اندكس معامل الانكسار. الرفركتف انجل زاوية الانكسار، هذه زاوية رقم 2، may be larger or smaller، اما تكون اكبر او اصغر من زاوية السقوط. زاوية الانكسار refractive angle may be larger or smaller than the incident light، ومثل ما قلت لكم تعتمد على كثافة الوسط. ايضا عندي مصطلح اخر اللي هو reflected angle، زاوية الانكسار العفو زاوية الانعكاس. زاوية الانعكاس أدي الضوء من يسقط هنا قد يعاني يدخل كل هذا الوسط أو يرتد ينعكس. زاوية الانعكاس، زاوية الانعكاس اللي هي هنا R ثيتا، R ثيتا 1 زاوية السقوط، ثيتا 2 زاوية الانكسار، وثيتا سب R هي الرفلكتد انجلز. انجلز إذن في حالة الانكسار هنا شو يصير عندي؟ الانعكاس the incident angle equal to reflective angle، زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، بينما زاوية السقوط أو زاوية الانكسار أما أكبر أو أصغر من زاوية يمتى تصير تساويها؟ زاوية السقوط تساوي زاوية الانكسار عندما يسير الضوء في الفراغ، عندما يسير الضوء في الفراغ. Behaviors of light. Light behaves both as a wave and as a particle. إذن الضوء له طبيعتين، طبيعة موجية وطبيعة دقائقية، يتصرف كموجة ويتصرف كجسيمات. كموجة as a wave تحدث عندنا ظاهرة التداخل والحيود interference تداخل and diffraction الحيود، عندنا ظاهرة التداخل والحيود، هذه عندنا ظاهرة التداخل تداخل الموجات، وهذه عندنا ظاهرة الحيود حيود الضوء. هذه في حالة ان الضوء يتصرف كموجة. عندما يتصرف كطبيعة دقائقية كفوتونات كجزيئات يصير عندي ظاهرة الامتصاص. As a particle it can be absorbed by a single molecule، ممكن ان يمتص من قبل الجزيئات. إذن عندي طبيعتين للضوء، طبيعة موجية وطبيعة دقائقية. الطبيعة الموجية تنتج عنها ظاهرة الحيود والتداخل، والطبيعة الدقائقية ينتج عنها امتصاص الضوء من قبل المواد. When a light photon is absorbed its energy is used in various ways، عندما يمتص الفوتون الضوئي فطاقة هذا الفوتون ممكن أن تستخدم يعني من قبل الجسم بطرق مختلفة. أول شيء when a photon light is absorbed it can be causes a chemical change in the molecules and cause عن electrical change، ممكن أن يؤدي امتصاص الطاقة إلى تغير كيميائي في الجزيئات. هذا التغير قد يعني يتحول إلى electrical change، يتحول إلى إشارة كهربائية. هذه التغير الكهربائي مثل ما نلاحظه
as in a sensitive cells of the retina، الخلايا الحساسة في الرتينة، من يسقط عليها الضوء يصير عندنا تغير كيميائي، هذا التغير الكيميائي يتحول إلى إشارة كهربائية أو تغير كهربائي. عند سقوط الضوء على الرتينة عندنا الرتينة الشبكية طبعا، عندنا الكيميكال بوينت ات الرتينة تارجت ان الكتريكال سيجنال تو ذا برين، ترسل هذه الإشارة الكهربائية إلى البرين حتى شنو تو انفورم ات ذات لايت فوتون has been absorbed at that point، حتى تخبر البرين الضوء سقط الفوتو، هنا عندنا الفوتو ريسبتر يعني مستقبلات الضوء، هذه الفوتو ريسبتر هذه راح تحول الإشارة اللي الضوء ساقط عليها أو الطاقة إلى إشارة كهربائية تنتقل بواسطة الأوبتيكال نيرف إلى الدماغ حتى تبلغ مثل ما نقول إنه أكو ضوء امتص، حتى شنو ضوء امتص معناته هو شاف صورة حتى يفسر هذه الصورة. أيضا عندنا when the light is absorbed its energy appears as heat، وهذه الخاصية موجودة عندنا the basis of use IR light to heat tissue، عندما نستخدم الأشعة تحت الحمراء لتسخين الجسم يعني حتى مثل عندنا معالجة الجسم improve blood circulation metabolism function clean the body of harmful toxins، هذه كلها بواسطة يعني معالجة بالهيت ثيرابي اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. إذن من يمتص الضوء من خلال الجسم راح يتحول إلى حرارة مثل امتصاص الأشعة تحت also the heat produced by laser beam is used to wild test retina to the back of the eyeball and to coagulate the small blood vessels in the retina. أيضا ممكن أن أستخدم الحرارة اللي تنتج نتيجة امتصاص ضوء الليزر، ممكن أن أستخدمها للحم الشبكية انفصال الشبكية، وكذلك تخلص من تخثر السمول بلاد فيزل ان رتينا. ايضا عندما يمتص ضوء الليزر من قبل المادة فبعض مستويات الطاقة الواطئة تمتص هذه الفوتونات راح تعطيني تبعث لي الفلورسنس تعطيني ضوء الفلورسنس، وهسه بعدين راح نشوف تطبيقات هذه الضوء. الخاصية الثالثة للضوء هي light is reflected to some extent from all surface، عندنا الضوء ينعكس من يعني بعض السطوح، عندنا نوعين من الانعكاس there are two type of reflex، الانعكاس المبعثر او المتشتت يعني شو يصير بي هذه شو يصير عندنا occur when rough surface scatter the light in many direction، عندنا السطوح الخشنة يصير بيها الديفيوج ريفلكشن ديفيوج ريفلكشن الانعكاس المبعثر اللي يصير ب او الريجولر يعني يصير في السطوح الخشنة او الغير منتظمة الريجولر غير يعني مو مصقولة يسمونه الريجولر سيرفيس او
الرف سيرفس occur when rough surface scattered the light in different direction. هنا مثل ما لاحظ هذه والصورة وهذه هنا المخطط. النوع الآخر من ال reflection هو specular reflection. يكون it is obtained from very smooth surface such as mirror. مثل يعني المراية الـ very smooth surface، فالانعكاس يكون منتظم للضوء باتجاه واحد، يعني زاوية السقوط هنا راح تساوي لي زاوية السقوط راح تساوي لي زاوية الانعكاس. The light is reflected at angle that is equal to the angle at which is straight the surface. تساوي زاوية السقوط عندنا تساوي زاوية الانعكاس من خلي الخط النورمال مثل ما شرحت لكم. هذه عندنا هذه السقوط وهذا الانعكاس، فهذه زاوية إذا أقيم خط عمود على هذا من نقطة السقوط راح تكون هذه الزاوية مساوية إلى هذه الزاوية. هذه عندنا بالنسبة لل السبكلر ريفلكشن. عندنا من هذه التطبيقات عليها هي المرر ار يوز ان ماني ميديكال انسترومنت، المرايات الموجودة اللي تستخدم مثل الفحص الفم، الأطباء الأسنان يستخدمونها في فحص الأسنان، يعني مكبرة تكون هي سمبل انسترومنت is a mirror that held at the back of patient thyroid، يعني فحص مثلا يفحصون البلاعين الحنجرة بواسطة هذه المرار. The application of visible light. An above is used of visible light in medicine is to obtain or to primate the physics to obtain visual information about the patient regarding. For example, the color of his skin and the presence of abnormal structure in or on his body. من هذه الحالات عندما ان shine light into the bodies of invitees، عندما نشع أو نسلط ضوء على جسم الطفل، قد نلاحظ عندنا حالة الكولبس لانج، يعني عندنا حالة انكماش الرئتين تحدث عند أطفال حديثي الولادة، أو عندنا الووتر هيد الرأس يعني حالة الاستسقاء اللي شرحناها بعض المحاضرات السابقة، حالة الاستسقاء انه رأس الطفل يكون كبير بسبب يعني زيادة البرجر ان هز سكل. ايضا اللايت ثيرابي اور فوتو ثيرابي consists of exposure to daylight or to specific wavelength of light using laser، أو نستخدم ال LEDs، fluorescent lamp، decoherent lamp، or very bright light، full spectrum light، for prescribed amount of time and in some cases at a specific time of day. It has previous effective in treating several diseases. إذن استخدام اللايت ثيرابي أو ما أسميه الفوتو ثيرابي، وهو إنه الشخص عرض إلى ضوء النهار العادي أو عرض إلى الضوء في وقت محدد من النهار
يعني حتى خصوصا مثل ما اقول للحصول على فيتامين دي ورا العشرة نقول للشخص اوقف بالشمس، او استخدم المصادر اخرى للضوء مثل ضوء احادي الطول الموجي يعني مثل الليزر، ضوء ال اي دي، الفلورسنس لامب، الديكوهيرنت لامب او غيرها. من الحالات اللي ممكن اعالجها بهذه الطريقة هي عندنا الشخص الطفل أول ما يصير عندنا يصير عنده أبصفار الجويندز، فأستخدم الفيزيبل لايت فأخلي دائما ضوء أبيض حتى أتخلص من هذه، حتى زي نسبة البلوروبين بالدم يقللها، فنستخدم هذه الطريقة. وكذلك ممكن نستخدم اللايت ثيرابي فور از ان نون فينس تريتمنت، يعني فور بين لعلاج بدون جراحة وذلك لتخفيف الألم. ايضا ممكن ان خلال النورمال لايت اكزامين ذا سكين افحص الجلد. ايضا عندي اجهزة استخدم بها الفيزيبل لايت مثل الاندسكوب الناظور، او عندي جهاز فحص العين هو الاوبتوموسكوب فور لوكينج تو ذا اي اند الاوتوسكوب تو اكزامين ذا لوكينج تو فحص الاذن. اذا هذه تطبيقات الفيزيبل لايت. Application of UV in medicine. UV light produced more reaction in the skin. Some of these reaction are painful and some other are harmful. إذا أن ال UV light عندما يسقط على الجلد تحدث عدة تفاعلات. بعض هذه التفاعلات يكون مفيد وبعضها يكون مضر. من هذه التفاعلات هو عندما يتعرض الجسم إلى أشعة الشمس راح يمتص من خلال الجلد، راح يحول هذه أشعة الشمس أو هذه اليوفي conversion of molecular produced in the skin into vitamin D. هذا الضوء ساقط اليوفي يحول الجزيئات المتولدة داخل الجلد إلى فيتامين دي. أيضا عندنا UV light from the sun affected the melanin in the skin، صبغة الميلانين الموجودة بالجلد يأثر عليها، يعني UV تأثر على هذه الصبغة وتسبب تينينج and can produce sunburn as well as thin the skin at wavelength around 300 nanometer. إذا دي من يسقط الشعاع UV light على الجلد ويمتص من خلال الجلد فإنه يؤثر على صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه. تحدث عندي ما أقول دباغة للجلد واسمرار للجلد، وكذلك تحدث عندي بعض الحروق، يعني تحدث حروق داخل الجسم. أيضا قد يسبب السولار يوفي is the also the major causes for skin cancer in humans، هو المسؤول عن حدوث سرطان الجلد. ليش؟ because it is very well absorbed by the DNA in the cell، لأنه هو هذا UV يمتص بشكل جيد من قبل ال DNA يعني بالخلايا، فإذا امتص راح يصير عندنا تغير بالـ DNA يؤدي إلى تغير بتركيب الخلايا يجعلها تتكاثر أكثر فيسوي لي سرطان الجلد.
also UV light cannot be seen by eye because it is absorbed before it reaches the retina. إذا العين أو الإنسان ما يمكن أن يشوف الألترا فايلت لايت لأنه يمتص من تركيبات العين الأخرى قبل لا أن يصل إلى شبكة. عندنا القرنية، العدسة، الأكسيوز هامر، بيترنلي هام أكسيوز، إذن هذه كلها التركيبات تعمل على امتصاص اليو في لايت، فلهذا لا يصل إلى الشبكة، فلهذا لا يمكن أن نرى اليو في لايت. أيضا اليو في لايت ممكن أن يستخدم to kill microorganism، قتل الأحياء المجهرية أو الميكروبات، كذلك يستخدم في الاندستري، medical industry، في الاستريلايز، تعقيم الغرف والاكويبمنت والمعدات والأجهزة اللي يعني الأجهزة الطبية. أيضا ممكن أن يستخدم الالترا فايلت في as a medical application of infrared in light in medicine. About half of the energy from the sun is in the IR regions. And when the pupil looking at the sun during a solar eclipse, they have damaging their eye. إذن خلال عملية أو حدوث الخسوف والكسوف، بالنسبة للخسوف الشمس يحذرون من النظر إلى الشمس بالعين المجردة، لأن هذا يؤدي إلى زيادة إشعاع الـ IR ويؤدي إلى دمج their eye. أيضا عندنا الـ heat lamp that produced a large percentage of IR light with wavelength 1000 to 2000 nanometer are often used for physical therapy purpose. عندنا الاستخدام الأشعة تحت الحمراء للعلاج الفيزيائي، العلاج الطبيعي حنسميه العلاج الفيزيائي، حيث يولد يعني استخدام الأشعة تحت الحمراء بأطوال موجية من 1000 إلى 2000 يؤدي لي هذا الغرض، العلاج الطبيعي. أيضا because of IR radiation penetrate further into the tissue than visible light and this is better able to heat deep tissue. إذن بما أنه الـ IR يخترق الجسم أو الأنسجة أكثر من الـ visible light، فلهذا هو يكون أحسن يعني نستخدم الـ IR في حالة نحتاج إلى التسخين العميق للأشعة، يعني في حالة الثيرابي أو يعني أمور أخرى. أيضا عندي الانفراريد ثيرمال إيميجينج كاميرا آر يوز تو ديتكت هيت لوس إن إن إيزوليتد سيستم تو أبزورف تشينجينج بلاد فلو إن ذا سكين. استخدم الكاميرا استخدم الكاميرا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن فقدان الحرارة في الأنظمة المعزولة، ومنها مثل نعرف مراقبة تدفق الدم في الجلد. near infrared light or photobiomodulation is used for treatment of chemotherapy induced oral irradiation as well as wound healing. تستخدم الأشعة يعني القريبة من تحت الحمراء أو أسميها التعديل الضوئي
لعلاج حالات تقرحات الفم الناتجة عن العلاج الكيميائي. شخص يعني من يأخذ علاج كيميائي يصير عدة سايد إفكت، فمن هذه السايد إفكت هو يصير عدة تقرحات بالفم. فيستخدم نستخدم النيرا إنفراريد لايت لعلاج هذه الحالات وأيضا لالتئام الجروح. أيضا عندي السترونج إنفراريد راديشن اللي يستخدم بالمصانع واللي تحتاج يعني درجات حرارة عالية، هذا يكون خطر على maybe hazard to the eye، خطر على العين، قد يسبب إلى التلف العين أو إلى البلادنس إلى العمى. إحنا قلنا يعني هذا الموضوع هو تأثيرات application and effect of light in application of fluorescence. It's used to detection of porphyria. هذه الحالة هي شنو؟ A condition in which the teeth fluoresces red when irradiated with UV light. هي حالة تفلور الأسنان الحمراء عند تعرضها UV light. فيستخدم الفلورسس للكشف عن هذه الحالة. تطبيق آخر للفلورسنس هو فلورسنت مايكروسكوب، يستخدم to identify structure in fixed and live biological sample، تحديد تركيب العينات سواء عينات تكون ثابتة أو يعني عينات حيوية بيولوجية حية. أيضا يستخدم فلورسس مايكروسكوب is a common tools for today life science يعني research such because it's allow the use of multi color staining labeling of structure within the cell and to the measurement of physiological status of cell. يستخدم يعني بالبحوث الحالية الحديثة ل يعني تلوين الخلايا او كذلك ليبلنج لها يعني خلي عليها علامات مثل التسمية، هذه يعني خلال التصوير يبدي يخلي لها ليبلنج. ايضا يستخدم لقياس حالة الخلايا الحالة الفسيولوجية للخلية. شكرا جزيلا.